شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين. إذن سؤالي كيمشي في نفس الاتجاه اللي الزميل اللي قبل مني، وأنه الحكومة مشات في الاتجاه لمحاربة اقتصاد الريع، وجات بالمبادرة ديال التشجيع والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي. تصريح ديال الوزير الأول من خلال تقديمه البرنامج الحكومي هنا أمام البرلمان جاء من أجل تشجيع الاقتصاد القرب. لذا في هذا الإطار كنتسألكم السيد الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي. وحنا في آخر الولاية التشريعية لابد نتسألوا شنو هو الحصيلة ديال التشجيع، المقاولات الصغرى والمتوسطة والجمعيات والتعاونيات اللي كنقصدوا به الاقتصاد الاجتماعي. شكرا سيد الرئيس. شكرا لسيد نائب المحترم. تفضل نائب المحترم. إذن شكرا سيد الوزير على جوابكم. احنا اللي قصدنا بهذا السؤال اولا باش نبينوا مدى الأهمية ديال هذا الاقتصاد الاجتماعي، وخاصة في العالم القروي، اللي نشجعوا خاصة النساء بالعالم القروي وذوي الدخل المحدود باش نحاولوا نخرجهم من الفقر اللي كيعانيوا منهم. وكذلك لابد بخط عين الاعتبار هو التفاوت المجالي. راه الجهات ديال المغرب ماشي كلها بحال، كاين جهات فقيرة أكثر من جهات أخرى، وبالتالي خص واحد التمييز إيجابي في اتجاه الجهات أقل دخلا، وخاصة المناطق الفقيرة. كنعرفوا المشاكل الآن ديال المرأة، المشاكل ديال الطفلة في العالم القروي وهذه الخادمات إلى آخره. كنعتقد أن الجهات فين كاين هذا المشكل ديال الفقر أن تعطي واحد الأهمية أكثر من غيره، لأنه محاربة الآفة الاجتماعية هي بالأساس محاربة الفقر، هي بالأساس يعني نخلقوا واحد الدخل لواحد الأسر اللي يمكن لها أنها تجاوز. وهذا الشيء هذا داخل الكرامة ديال هذا، يكون داخل في الكرامة السيد الوزير المحترم، هذا يكون داخل في الكرامة الإنسانية ديال الإنسان، أنه نخلق واحد المورد قار للأسر الفقيرة بتشجيع هذه الجمعيات وخاصة التعاونيات، خاصة فين كاين الإنتاج ديال الحليب، الإنتاج ديال العسل، الإنتاج ديال الموارد. وربما للوزارة وللحكومة أفكار كثيرة باش تجعل الناس هادو، لأنه ناس بسطاء اللي خصهم الإعانة من البداية، من تكوين التعاونية حتى التسويق كما جاء على لسانكم السيد الوزير، حتى لأنهم يعني ما يبقاوش يعني عرضة للناس اللي يستغلوهم في إطار التسويق ديال المنتوجات ديالهم. شكرا السيد الرئيس. شكرا للنائب المحترم. لكم الكلمة السيد نائب لبسط السؤال، تفضلوا. السؤال ديالنا حول إحداث صندوق لدعم الأمراض المزمنة. اللي كنقصدوا بهذا السؤال أنه دولة تحدث واحد الصندوق وتشوف الطريقة ديال التمويل ديالو باش تدعم الأمراض المزمنة. كنخص بالأمراض المزمنة هي السرطان، القصور الكلوي، القلب إلى آخره. هاد إما العلاجات ولا العمليات اللي كتطلب هاد الأمراض هذه كتطلب تكاليف باهظة للأسر المعوزة، كتصعب عليها توفر مبالغ اللي كتعدى 10 المليون و12 إلى أو أكثر. السيدة الوزيرة كنعرفوا المجهود اللي دار والتغطية الصحية اللي دازت من 17-34%. كنعرفوا كذلك المجهود اللي دار في تعميم المساعدة الطبية للأشخاص المعوزين. كذلك كنعرفوا المجهود اللي دار واللي احنا متبعين معكم داخل هذه القبه فيما يخص خفض الاثمنه ديال الادويه. لذا يعني في هذا يعني رغم ان عندنا 34% مؤمنين، رغم المساعده الطبيه اللي غادي دار وغتعمم في دخول السنه الجديده، كيبقى واحد الفئه غير مؤمنه اللي غتصعب عليها باش توفر هذه الاثمنه اللي باش تواجه هذه التكاليف ديال العلاج. وبالتالي طلبنا من الدولة، وهذا كان مطلب ديال الفريق الاستقلالي في كل مرة كنا كنجيبوا تعديل في القانون المالي باش تحدث هذا الصندوق، وهي أولوية بالنسبة لنا باش الأسر المعوزة والأسر اللي ما يمكنلاش التكاليف ديال العلاج أنه يكون واحد الصندوق اللي يواجه هاد الأعباء ديال التكاليف ديال العلاج. شكرا السيد الرئيس. شكرا. شكرا السيدة الوزيرة. تعقيب السيد نائب، تفضلوا. السيدة الوزيرة،
يعني سيدة الوزيرة فعلا نفس أن ذكرنا بالمجهود اللي دارت الحكومة في هذا الاتجاه، ولا بدا هنا من نحيي المجهود اللي كديروا جمعية لالة سلمى في ما يخص الجهود داء السرطان، وهذا على أرض الواقع يعني كنلبسوه. كذلك فيما يخص القصور الكلوي الدياليز، أصبح الآن لي سونتر ديال الدياليز في كل تقريبا الأقاليم ديال المملكة، وكاين الدعم اللي كيتوصلوا به باش يكون العلاج مجاني. ثم كذلك كما جاء في التدخل ديالكم ان توفير الانسولين الى اخره. غير باش نذكر كما قلنا بان هذا السؤال ديالنا ماشي مرحلي، ماشي ديال الوقت، ماشي ديال الساعه، وانما هذا كان طلب ديال الفريق الاستقلالي، ولكل مره كنا كنتقدموا بتعديل في القانون المالي على اساس خلق هذا الصندوق. حنا كنعتبروا هذا الصندوق هذا من الاولويات ديالنا، لانه رغم المجهود اللي دار غتبقى واحد الفئه اللي هي المداخل ديالها قليله، يعني ماشي في المستوى، لان الرماد غيشمل واحد الناس اللي المدخول ديالهم كيقل على 600 درهم في الشهر، وبالتالي كتبقى واحد الفئه اللي رغم المدخول ديالها حتى واحد ما غيقدر يواجه المصاريف ديال 12 مليون والمصاريف ديال 3 ولا 2 مليون في الشهر ديال الدياليز الى اخره. وبالتالي يمكن اعاده النظر في تصريف الصندوق المقاسه في هذا الاتجاه ديال الاعتناء واخذ بالتكاليف ديال هذه الامراض المزمنه. شكرا. سؤال عن تزايد ظاهره التوسع العمراني على حساب الاراضي الفلاحيه للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه، فليتفضل احد وضع السؤال. مشكورا. تفضل سيدنا النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، السيدة الوزيرة المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، كما كنلاحظوا التزايد ديال التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، كما كتعرفوا السيد الوزير كيترتب عليه انعكاسات سلبية على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي، وكذلك الوضعية الفلاحين، وكذلك الوضع البيئي في بلادنا. هذا من جهة ناتج على قلة الوعاء ديال العقاري داخل المدن، وكذلك السيد الوزير كذلك جاء من عدم الترخيص للعمارات، لان هذا الترخيص اللي كيدار دابا ديال العمارات ديال 4 ديال ليزيطاج، يعني علاش ما ترخصوش في العلو، يعني في عمارات اللي غتسهل اولا الثمن ديال الارض داخل المدن، ثم ما نساوش كذلك المضاربات العقاريه واستغلال المضاربين. في الماضي كانت ذاك الرخص الاستثنائيه كما كتعرفوا، واللي بزاف ديال المضاربين العقاريين هذه الوسيله، هذه كانت وسيله ديال الاغتناء الغير مشروع. الان كنشوفوا بعض المضاربين العقاريين اللي كيشريوا اراضي فلاحيه مجاوره للمدن من الصباح للعشيه، اللي كيشريوها ب 100 درهم كتصبح ب 4000 و5000 درهم، يعني هذا الاغتناء الغير مشروع. هذه الفئه ديال الفلاحين اللي هما انضروا من هذه العمليات البيع ديال البيع والشراء، ان الواحد كيشري ب 100 درهم ومن بعد شهر ولا شهرين كتصبح ب 4000 6000 درهم، شكون اللي غيحمي هذه الفئه من المواطنين اللي هي في التكوين ديالها ما يمكنلاش تدافع على راسها؟ شكرا السيد الوزير. شكرا السيد النائب. شكرا السيد الوزير. التعقيب من سيدنا النائب المحترم، تفضل. شكرا السيد الوزير المحترم. هذا الترخيص العمودي السيد الوزير اللي كنقول الترخيص العمودي باش نفسروه بعباره بسيطه، هي انه في عطمه نرخصوا ريشوسي بلس 4، نقدروا نديروا ريشوسي بلس 20 زائد 20 طبقه ولا 30 ولا اكثر. يعني السيد الوزير انتم المسؤولين على الوكالات الحضريه، وعلى يعني تعطيوا غير الاوامر ديالكم للوكالات الحضريه باش تمشي في اطار، باش تدير واحد يعني يعني كيف بغيت نقول التجهيز ديال مشات لي الكلمه ديال نعم. اذا باش ترخصوا وتمشيو في الاتجاه باش ترخصوا البناء العمودي، هذا من جهه. ومن جهه ثانيه كذلك ان هاد المواطنين اللي هما بجوار المدن الاغلبيه ديالهم فلاحه، كذلك خص في انتظار خروج هذا القانون اللي يمكن يطلب وقت، انه خص اللي يحميهم سواء بنشر يعني الوعي او يكون واحد الاطار قانوني، انه ما يمكنش انه هذوك الناس اللي كيشريو واش كيطيح عليهم الوعي من غدا لبعد غدا كيشري الارض 100 درهم كتصدق ب 6000 درهم 7000 درهم. كاين واحد ديري دينيسي، كاين واحد ناس اللي قالوا لهم بان هذه الارض هذه غتدخل اما في مدار الحضاري، ولا قالوا لهم بان هذه الارض هذه غدا غتصبح الى اخره، وبالتالي هذا كنسميوه اغتناء غير مشروع اللي خصو ما يبقاش في بلادنا. شكرا سيد الوزير. شكرا. السؤال موالي وهو سؤال اني حول اضرابات اطباء القطاع العام
للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. فتفضل سيدنا المحترم عبد البرقدي. شكرا السيد الرئيس المحترم، السيدات الوزيرات المحترمات، زملائي وزميلاتي المحترمين. السيد الرئيس، هو انه الاضرابات المتتاليه ديال الاطباء ديال القطاع العام شلل الحركه في المستشفيات العموميه، واللي للاسف الشديد بعض المواطنين ولا اغلبيه المواطنين اللي كيلجؤوا لهذ المستشفيات، وخاصه الناس اللي عندهم دي رونديفو ديال شهرين ثلاث شهور، للاسف الشديد انهم اللي كيلجؤوا لهذ المستشفيات ان ما كيصيبوش اللي يداويهم، ما كيصيبوش اللي يديرهم العلاجات الضروريه. وبالتالي السيده الوزيره، كنعرفكم بانكم فتحتوا حوار مع اطباء القطاع العام، بغينا نعرفوا النتائج ديال هذا الحوار وفين وصلتوا ليه السيده الوزيره. شكرا. سيدي عبد الله، كنت تحكيم، تفضل. اذا شكرا السيده الوزيره، كنعتقد بان الافتتاح فتح الحوار مع هذا القطاع والقطاع العام كان بودينا نسمعوا بانه تلبيه المطالب ديال الاطباء، انه القطاع العام يستمر في تقديم العلاجات للمواطنين واللي تضرر هما الفئات الفقيره اللي كتلتجا للقطاع العام خاصه، والفئات اللي هي محتاجه للقطاع العام بصفه عامه هي الفئات الفقيره، هي الناس الموظفين الى اخره الى اخره. وبالتالي حنا في المؤسسات التشريعيه كنتبعوا هذا الموضوع ديال الاضرابات وديال المطالب ديال الشغيله الصحيه وخاصه الاطباء القطاع العام. اللي كنقولوا لهم هو انه هذا الموضوع هذا مادام الحكومه خايده في الحوار وداخله في الحوار، وان هذا الموضوع كذلك كنتمناوه داخل هذه المؤسسه، وبالتالي نتمناو انه مجموعين مادام الطلبات الكبيره ديال الساده النواب هي الطبيب لا بالعالم القروي ولا داخل الوسط الحضري، انه الهم منا الوحيد واللي كنجتمعوا عليه كلنا هو تقديم الخدمة سواء في علاج سواء في حاجة أخرى لهذه الفئات اللي هي مضرورة. ندائي أنه يكون هاد الناس الأطباء اللي كيستمعوا لنا اليوم أنهم يوضعوا حد لهذه الإضرابات مع العمل، ومع أنه كنقول لهم بأن هاد الملف هو ملف تدينا احنا كلنا، أنه الحوار غيبدا، الحوار غادي، المطالب ديالهم هي مطالبهم اللي كنتمناها حتى حنا داخل هذه المؤسسه. وبالتالي انه نعطيو وقت للحكومه، نعطيو الوقت لسميتو، لان هذه المطالب كلها يمكن ما غتحلش في نهار واحد، ولكن هذا الموضوع ديالهم هو موضوع اللي غنتبناوه داخل قبه البرلمان وداخل هذه المؤسسه كبرلمانيين. يعني الحوار مفتوح، والمطالب ديالهم انها كاين اللي تلبات، كاين اللي في اطار الدرس، احنا كبرلمانيين مع هذه الفئه. وشكرا. الاخر حول دور القطاع الخاص في دعم تشغيل الفريق الاستقلالي الوحده والتعادليه، السي عبد الله البرقادي. الساده الوزراء المحترمين، اولا السيد الوزير، لابد ان نهنئ انفسنا ونهنئ الحكومه على نتائج الحوار الاجتماعي اللي وقع ما بين الحكومه والفرق الاجتماعيين، ونتمنى وكننتظروا تطبيق هذا على ارض الواقع. وكذلك لابد من نسجلوا بايجاب المجهود الكبير في توظيف الاطر العليا من طرف الحكومه، المجهود اللي في الظروف الحاليه كيكتسي واحد الاهميه بالغه. تساؤلنا السيد الوزير، شنو هي الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه في هذه الظروف الحاليه اللي كيعاشها العالم والمغرب بصفه خاصه، من اجل دفع القطاع الخاص في المساهمه في توظيف والقيام بمجهود في هذا الاطار في امتصاص البطاله، في اطار تضامن من اجل السلم الاجتماعي في هذه الظروف هذه بالضبط. اللي كنقصد بالقطاع الخاص كنقصد المؤسسات الكبرى، الابناك، قطاع التامين الى اخره. شكرا السيد الرئيس. شكرا. اذا السؤال ديالي، ربما السيد الوزير انا مشيت في واحد الاطار في واحد الاتجاه اخر، وجوابكم كان في اتجاه واحد اخر، هو ان قلت ما بعد الخطاب الملكي ديال الحكومي 9 مارس، ما بعد المجهود الحكومي اللي وظفت توظيفات المباشرة أكثر من 4000 منصب الشغل، ما بعد هذه الإجراءات الكبيرة اللي خدها المغرب بعد هذا الغليان، أش دارت الحكومة بتشجيع ولا تضغط على القطاع الخاص باش حتى هو يساهم مساهمة من أجل السلم الاجتماعي
من اجل تصوديف كذلك، راه ماشي الدوله بوحدها اللي خصها توظف، وخصو كلشي يؤدي الثمن، ماشي غير الدوله، خصها القطاع الخاص يساهم في السلم الاجتماعي، لان هذا كيهمنا كاملين، وخصنا المغاربه كاملين اللي عنده الامكانيات انه خصو يساهم في هذا السلم الاجتماعي اللي المغرب كنشوفوا كنتمناو انه كينعم به من بعد هذه الظروف اللي هي ماشي استثنائيه. اللي كنقولوا في هذه الظروف الخاصه خص من الحكومة إجراءات خاصة، وخص تضحية استثنائية من القطاع الخاص من أجل المساهمة ديالو كذلك في خلق مناصب شغل، لأنه ما نقدروش نبقاو نعولوا دائما على الدولة هي اللي توظف. فسياسة الأبناك الحالية ماشية في الاتجاه بأنها ما بقاتش كتوظف. المؤسسات العمومية كذلك مشات في الاتجاه أنها في التدبير، أنه باش تنقص من العدد ديال الوظائف في إطارها. الظروف الحالية كما كنعاود في آخر الكلام ديالي هو أنه خص إجراءات استثنائية من طرفكم سيد الوزير ومن طرف الحكومة من أجل تشجيع أو من أجل البحث بأنه كل قطاع قطاع حاس يخصص واحد القوطة استثنائية زايدة إضافية من أجل الرفع، من أجل توظيف هاد الناس ونقص البطالة داخل الوطن. وشكرا. شكرا. الموالي لأني والسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضع السؤال مشكورا. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة المحترمة، تجاوبكم الإيجابي السيدة الوزيرة مع التقرير اللجنة الاستطلاعية حول أثمنة الأدوية وكذا في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لإصلاح قطاع الصحة، جئتم كذلك برؤية في اتجاه تخفيض أثمنة الأدوية. فعلا لمسنا على ارض الواقع ان واحد اللائحه اوليه ديال الاثمنه وخاصه الاثمنه اللي غاليه عرفت واحد التخفيض. تساؤل وربما الراي العام كيتبع اللي كيسمع بان الادويه في الصيدليات كتباع بواحد الاثمنه 7-8 ديال المرات اغلى مما كيكون في الكنوبس، هو انه نفسروا للراي العام هو ان الاقتناء ديال الادويه من طرف الصيادله او شركه الموزعين كتتم بواحد الطريقه 7 ديال المرات اغلى من الثمن باش كتقتني اما الكنوبس ولا وزاره الصحه. يعني احنا في اللجنه الاستطلاعيه اللي كنا جينا وعطينا من التوصيات اللي عطينا هو ان الاثمنه ديال الادويه تكون موحده، انه التدخل ديال وزاره الصحه في اقتناء الادويه تمشي في الاتجاه ان الاقتناء للجميع يكون بثمن واحد، وانه يعني الاستفاده تكون للجميع المواطن سواء عنده تغطيه صحيه ولا اللي ما عندوش. اللي كنشوفوا ان الناس اللي عندهم تغطيه صحيه الاقتناء ديال الادويه ديالهم كياخذوا بواحد الثمن بسيط، ولكن الناس اللي القدره الشرائيه ضعيفه ديالهم كيشريوا الادويه بثمن اللي هو اكثر. لذا نسائل السيده الوزيره هو شنو هو التدخل ديالكم في اطار واحد خلق واحد التوازن في اقتناء الادويه سواء من طرف لكاس هادو ديال الكنوبس ولا وزارتكم، وانه الاقتناء ديال الادويه تسمى ولا تحديد الاثمنه تكون من البدايه باش جميع المواطنين يولجوا للدواء بنفس الثمن واللي هو الثمن الارخص في السوق. شكرا السيده الوزيره. شكرا السيد النائب المحترم. الان فريق الاستقلالي للوحده والتعادليه. شكرا السيده الوزيره. اولا اول نقطه اللي نسجلوا في جوابكم السيده الوزيره هو ان هذا الورش ديال الاثمنه ديال الادويه لاول مره يفتح منذ الستينات، يعني منذ 50 سنه لما عمر الاثمنه ديال الادويه كانت فيها نقاش ولا كان فيها موضوع في هذا الاتجاه. ثم لابد نسجلوا كذلك التجاوب الايجابي ديال السيده الوزيره مع التوصيات ديال اللجنه الاستطلاعيه اللي انبثقت من البرلمان واللي كان دورها فعال في خلق هذا النقاش. ثم كذلك الهدف من هذا النقاش كله هو تحسين الولوج ديال المواطنين للعلاج سواء الناس اللي عندهم تغطيه ولا ما عندهمش تغطيه. وهذا ما يمكن يدار الا اولا يعني هاد مراجعه الاثمنه ديال الادويه كما قلنا فعلا هو نقطه ايجابيه، ولكن التغطيه الصحيه و أنه الآن فئات كبيرة اللي ما عندهاش تغطية صحية كنعتقد أن خصنا نمشيو للناس وخاصة الفئات اللي ما عندهاش تغطية صحية، خاصة الأطباء والصيادلة النيت في حد ذاتهم والليزارشيتاكت والتجار، هادو فئة كبيرة اللي ما عندهاش تغطية صحية أن كنعتقد بأن عندهم لي موايان باش أنهم يقدروا يخارطوا ويمشيوا في الاتجاه بأن الإنشاء خص الدولة تهتم بهاد الفئات. كذلك المساعدة الطبية للفئات المعوزة لورامير، نتمنى أنه يتفاعل المحترم. في اتجاه بالاهتمام بالفئات اللي ما عندها حتى شي ضغط. وشكرا السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد النائب. اشتغال أطباء المرفق العام بالمصحات الخصوصية من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. السيد النائب تفضل. شكرا السيد الرئيس.
السيدتان الوزيرتان، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب، السيدة الوزيرة، ظاهرة اشتغال أطباء المرفق العام بالمصحات الخصوصية تؤثر سلبا على عمل وتسيير المستشفيات العمومية. السيدة الوزيرة، ما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة لاحترام مقتضيات القانون رقم 1094 المتعلق بمزاولة الطب، خاصة فيما يتعلق بمقتضيات المادة 55 والمادة 65 من هذا القانون؟ شكرا. شكرا للسيدة الوزيرة. تعقيب سيد النائب. السيدة الوزيرة، على جوابكم فيما يخص هذا الخصوص، غير باش نذكر السيدة الوزيرة بأن هذا السؤال كنا طرحناه في الولاية السابقة في عهد الوزير السابق أولا، ثم هذا السؤال آني فعلا طرحناه من بعد ما شفنا البرنامج اللي ذكرتوا عليه وقلت بأنه تعرض هذا الواقع اللي كاين في المغرب. لكن الشيء أساسي في البلاد هو خصنا نعرفوا الواقع ديالنا، أنه في بعض المدن السيدة الوزيرة كاين بعض المصحات اللي كتعتمد اساسا على الاطباء ديال القطاع الخصوصي، وان ما كاين حتى اختصاص داخل هذه المدن اللي يقدر يتمشى الى ما خدموش فيها الاطباء ديال القطاع الخصوصي القطاع العام. هذا من جهه. هو ان السيده الوزيره حنا ماشي ضد هاد يعني هاد لو تي بي على بلون بلون اميناجي، ولكن خص يكون واحد التوازن ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، ان خص يمشي في الاتجاه ان الصحة ديال المواطن هي الأساس، أن المشكل ديال المواطن اللي كيمشي للمستشفيات العمومية باش يلقى فيها طبيب يبلقاه، ولا بغى أنه يفضل يمشي للمستشفى العمومي باش يدير واحد العملية يلقاها يعني هدف داخل في حق يعني المريض أنه يختار البلاصة اللي يمشي يختار فيها فين الدواء. ثم لابد ما تخلق واحد التوازن، لأنه كاين بعض الاختصاصات أن المغرب كيعرف واحد النقص في الاختصاصات، أن خص قانون مؤطر لأطر هاد العملية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. في غياب هذا القانون غادي يبقى المشكل دائما مطروح. نتمنى انه في هذه الولاية التشريعية في السيدة الوزيرة ان تجيبوا لنا واحد القانون اللي كينظم هذه العلاقة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام بصفة عامة، وهذا المشكل بصفة عامة ما يبقاش يتطرح في بلادنا، والولاية المقبلة ما نطرحوش هذا السؤال بحد بهذا النوع. شكرا. شكرا للسيد النائب. شكرا. سيد الرئيس المحترم، سيد وزير المحترم، سيدات والسادة النواب، زملائي، يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر التقرير الذي أعدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بعد دراستها لمشروع قانون رقم 54/09 يقضي بتغيير المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552/67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 17 ديسمبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي كما أحيل من المجلس المستشارين. شرعت اللجنة في دراسة هذا المشروع قانون خلال اجتماع المنعقد يوم الخميس 8 يوليو 2010 برئاسة السيد عمار الشيخ رئيس اللجنة وبحضور السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، الذي قدم عرضا حول الموضوع أبرز فيه أهمية هذا المشروع والذي يهدف إلى ملائمة الفصل الرابع من المرسوم الملكي بمثابة قانون السالف الذكر مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، وذلك بجعل مختلف النصوص القانونية تتلائم فيما بينها وجعلها مسايرة للتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي على المستويين الوطني والدولي. وبناء على الفصل الخامس من المرسوم الملكي بمثابة قانون، تخضع مؤسسات الائتمان المعتمدة لمراقبة مندوب الحكومة المعين لديها بقرار وزير المالية، مع منحه صلاحيات واسعة تجعله يحضر لجميع جلسات المجلس الإداري لمؤسسة الائتمان وإمكانية التعرض على مقررات المجلس الإداري. كما أوضح أنه من بين المؤسسات الخمسة المعتمدة يبقى القرض العقاري والسياحي المؤسسة الوحيدة الخاضعة لهذا الإجراء، الأمر الذي يطرح مسألة جدوى تعيين مندوب الحكومة باختصاصات واسعة، مع العلم أن حق المراقبة المخول للسلطات العمومية مضمون بمقتضى الاتفاقيات الموقعة بين الدولة ومؤسسات الائتمان التي تلزمها بتخصيص محاسب منفصل لهذه العمليات وتزويد وزارة الاقتصاد والمالية بكل معلومات. وفي نفس الجلسة تم التصويت على مشروع قانون رقم 54/09 يقضي بتغيير المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552/67 بتاريخ 26 من رمضان 1388
18 ديسمبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي كما أحيل من مجلس المستشارين بالنتيجة التالية: الموافقون 11 صوت، الممتنعون صوت واحد، المعارضون لا أحد. وفيما يخص تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون رقم 4408 يقضي بتغيير وتصميم القانون رقم 1296 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير السيد السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب، يشرفني أن أعرض على أنظار مجلس الموقر التقرير الذي أعدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بعد دراستها لمشروع قانون رقم 4408 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1296 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب كما أحيل من مجلس المستشارين. كما وضح ذلك السيد وزير المالية المحترم، شرعت اللجنة في دراسة هذا المشروع القانون خلال اجتماع المنعقد يوم الخميس 8 يوليو 2010 برئاسة السيد عمار الشيخ رئيس اللجنة وبحضور السيد الوزير السيد وزير المالية الذي قدم عرضا حول الموضوع مبرزا أن مشروع القانون يهدف من خلال التعديلات التي أدخل على القانون رقم 1996 إلى توطيد المنجزات التي حققها القرض الشعبي للمغرب على مستوى الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في تعبئة الادخار ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، وفي إضفاء مزيد من المرونة على طريقة سير مجموعة البنك الشعبي للمغرب مع الحفاظ على تماسكه. كما أبرز أن التعديل الأول يتعلق بالاندماج بين البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية، حيث أن اللجنة المديرية هي المخولة لتقترح على الوزير المكلف بالمالية الموافقة على حذف البنوك الجهوية عن طريق الاندماج أو ضم عدة بنوك شعبية جهوية. كما يشير التعديل الثاني إلى أن رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي يعتبر رئيس اللجنة المديرية بحكم القانون. وفيما يتعلق بالتعديل الثالث فإنه يخص مساهمة البنك المركزي الشعبي في رأس مال هيئات القرض الشعبي للمغرب ويتضمن مقتضيات تفيد بشكل كبير هذه المساهمات. كما أوضح السيد الوزير أن التعديل الأخير يرمي إلى توطيد حسابات هيئات القرض الشعبي للمغرب، حيث أن هذا الأخير مدعو في إطار تحسين الحكامة والشفافية خصوصا بعد إدراج البنك المركزي الشعبي في بورصة القيام إلى نشر حساباته وتنظيم الندوات الصحفية بخصوصها لفائدة المحللين الماليين والصحفيين. كما ينص مشروع القانون كذلك على تمكين البنك المركزي الشعبي من توطيد حسابات هيئات القرض الشعبي للمغرب والشركات التابعة له، مع التنصيص على أن المؤسسة الموطدة تتكون من مجموعة هيئات القرض الشعبي للمغرب. وفي نفس الجلسة السيد الرئيس تم التصويت على مشروع قانون رقم 4408 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1296 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب كما أحيل من مجلس المستشارين بالنتيجة التالية: الموافقون 11، الممتنعون 1، المعارضون لا أحد. وشكرا على انتباهكم. شكرا السيد النائب المحترم. عن معاناة الفلاحين مع الأضرار التي خلفتها حشرة حفار الطماطم للنواب المحترمين لطيفة بناني سميرس، بو عمر طغوان، نور الدين مضيان، أحمد مفدي، حميد شباط، محمد طيبي، مولاي حمدي ولد الرشيد، أبا عبد العزيز، عبد الله البرقادي، وسميرة قريش من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. بدل سيدنا صافي. السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، السيدات والسادة النواب المحترمين، تتبعنا جواب السيد الوزير خلال الأسئلة اللي مرت، وفعلا المغرب من خلال هذا الموسم الفلاحي عرف تساقطات مختلفة في مناطق مختلفة المغرب، ولكن السيد الوزير في المناطق اللي كانت عرف تساقطات مهمة جدا، تعرض الإنتاج للطماطم خلال الموسمين الفلاحيين، كنأكد الموسمين الفلاحيين متواليين، لأضرار جسيمة خلفتها حشرة حفار الطماطم أو ما يسمى بتوتا أبسوليتا، أثرت سلبا على إنتاج هذه المادة الأساسية في التغذية وما يترتب عن ذلك من نتائج صعبة على المداخيل الفلاحين وارتفاع أسعارها في الأسواق المغربية، وخاصة السيد الوزير أن نحن مشرفين على رمضان الكريم وأن هذه الأسعار المرتفعة ماشي متناول ديال الطبقة ديال المغاربة واللي معروفين الرطيبات ديالهم في رمضان بالطماطم مطيشة.
الأمر الذي جعل الفلاحين معهم المواطنين يتساءلون عن دور مصالح وزارة الفلاحة أمام تزايد الخسائر التي تتعرض لهذه المادة الواسعة للسلاك داخل المجتمع المغربي. إذن شنو هي التدابير السيد الوزير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية وحماية الفلاحين من أخطار هذه الحشرة والمستهلكين من الزيادات الصاروخية التي تعرف أسعار الطماطم بسبب ما يتعرض المحصول من ضياع؟ وسؤالنا السيد الوزير إلى كتناول الطماطم هو بصفة عامة أي منتوج اللي غيتعرض للخسائر إلى كتعرض للموسم، يعني في المواسم اللي مقبل شنو هي التدابير اللي تاخذوها؟ شكرا السيد الرئيس. تعقيب السيد النائب. إذن نشكرك سيد الوزير على أولا على الجواب اللي جيتوا به، كذلك بالاهتمام بهذا القطاع وتشجيع وتتبع المشاكل اللي كيعرفها القطاع الفلاحي بصفة عامة. الهدف ديالنا من هذا السؤال سيد الوزير كما بان هو أنه يعني بغينا نشوفوا الوزارة شنو هو التتبع ديالها من خلال المشاكل اللي كيعرفها القطاع، يعني المشكل في موسم نقدروا نقبلوه ولكن المشكل بعد موسم واللي نعرفوا الوزارة أنها دخلت ودخلت بشيء إيجابي، هذا شيء إيجابي لابد نسجلوه هنا في هذا الجواب. لكن واش ما يمكنش أنه نشجعوا السيد الوزير الإنتاج ديال الطماطم ما يبقاش مركز على سوس ما استدرعى، أنه يمكن مناطق أخرى في المغرب، يمكن في الشرق كما ولا في المناطق اللي كاين يعني الارض وافره واللي كاين الماء، علاش ما نشجعوش باش ما يكونش المشكل لو وقعنا في واحد المشكل على الاقل نلقاو الانتاج في منطقه اخرى. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب. حول الخريطه الصحيه وعرض العلاجات للنواب المحترمين محمد كريم، عمر حجيره، عبد الله البرقادي، نور الدين مديان، احمد مفدي، حميد شباط، محمد طيبي، محمد حمدي ولد رشيد، أبا عبد العزيز، وسميرة قريش من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. فليتفضل سيد النائب المحترم. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة المحترمة، السيدات والسادة النواب المحترمين. السيدة الوزيرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة وضعت وزارة الصحة خطة واللي الآن صبحت مشروع قانون ديال المنظومة الصحية وعرض علاجات والخريطه الصحيه اللي هو في حد ذاته قانون اللي غيلزم الدوله انه تحد الاحتياجات او الحاجيات ديال كل منطقه من المؤسسات والموارد الصحيه، ثم كتلتزم كذلك الدوله على المدى المتوسط والبعيد لخلق واحد التوازن ما بين الجهات وما بين الاقاليم لخلق هذا التوازن، اولا للمساواه في الولوج للعلاج والخدمات، ثم في الانصاف للتوزيع المجالي. لذا السيده الوزيره كنطلبوا منكم لتنوير الراي العام بخصوص مضامين هذه الخطه والاليات لتنفيذها وتجديدها على ارض الواقع. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب سيد نايب؟ شكرا السيده الوزيره. اذا السيده الوزيره انا اللي فهمت واللي فهمنا من هذا مشروع اطار ديال القانون، هذا القانون هو انه في اطار الخريطه الصحيه في المستقبل، يعني اللي يخرج هذا القانون ونصوتوا عليه يعني قريبا ومن بعد ما تخرج المراسم التطبيقيه ديالو غادي يكون ملزم على الدوله في مدينتي وفي دائرتي اللي كنمثل انا، ملزم انها تعطيني الاحتياجات اللي خاصني من الاطر الطبيه من المؤسسات، وملزمه كذلك الدوله انها تخطط على المدى المتوسط والبعيد شنو خص الدائره والمدينه اللي احنا كنمثلوها هذه المؤسسات الطبيه. وبالتالي هذه الشجاعه السياسيه اللي لابد انه ناكدوا عليها هنا ونوهوا بالحكومه ان لان هذه الخريطه الصحيه لابد ناكدوا بان هذه غير مده قصيره، كانت متطلبه كانت طلب ديال جميع الاحزاب السياسيه وكانت صعيبه المنال نظرا اللي كانت خصها واحد الجراه سياسيه اللي الان تجلات في هذه الحكومه. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم. اخي الموجه لقطاع الصحه يهم وضعيه المصحات الخصوصيه للنواب المحترمين عمر حجيره، عبد الله البرقادي، محمد كريم، عبد الواحد الانصاري، حرمه الله، محمد الامين، بوشتى الجامعي، بن ناصر والحرير، محمد الحداد، عبد الغني وافق، سيدي احمد الشيقر من الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه. تفضل استاذ. شكرا السيد الرئيس، السيده الوزيره، الساده الوزراء، اخواني اخواتي النواب. ككل مواطنين عرفنا عبر الصحف الوطنية أن لجان من وزارتكم السيدة الوزيرة قامت بزيارة لتفحص وضعية بعض المصحات، كذلك عرفنا
بأن قمتم بإرسال بعض الملاحظات وبعض الإنذارات لهذه المساحات، واش يمكن لكم السيدة الوزيرة تنوير السادة النواب ومن خلال الرأي العام على النتائج ديال هذه الزيارة وإجراءات اللي خديتوها السيدة الوزيرة؟ وشكرا. شكرا سيد النائب محترم. سيدة الوزيرة محترمة، تعقيب سيد النائب. شكرا السيدة الوزيرة. أولا كنشكرك على الالتفاتة اللي قمت بها في إطار الزيارات هذه المساحات، وحنا بسؤالنا ما كانش بدنا يعني هذا السؤال موجه للمساحات، وهنا لابد تشهير بالمساحات اللي هي مواطنة، يعني لابد اللي مزيان مزيان واللي خايب خايب، ولكن على الأقل المساحات اللي كتخدم في واحد لي نورم واللي كتخدم باحترام المواطن، لا في التجهيزات ديالها ولا في التسعيره ديالها، نبدا انها نردوا لها الاعتبار، لان باش ما نوضعوش كل شيء في خانه واحده، هذا من جهه. ومن جهه ثانيه كاين بعض الاختلالات اللي كيعرفوها جميع المصحات، هذاك القضيه ديال توجيه المرضى من المستشفيات العموميه ومن لي سي اش او المصحات، وهذا نتج على ذاك لو تي بي ا لطون بلان اميناجي اللي بعض الاطباء الاختصاصي والاساتذه اللي كيعملوا داخل المستشفيات وداخل هذا، لابد نلقاو له حل. ثم القضيه ديال التسعيره ديال المساحات العموميه اللي في بعض الاحيان كنشوفوها بعض المرات عشوائيه على حسب الطرف الانساني، يعني على حسب يعني الطريقه ديال التسعيره ما معروفاش، ولا بدا يكون عندها واحد المعايير، ويمكن اي مواطن انه يعرف شنو هي التسعيره ديال الاستشفاء ديالو. ثم فوتره الدواء، قانون الصيدله او مدونه الصيدله جاء وقال بانه الفوتره ديال الدواء داخل المصحات بالمعايير ديالو تم بثمن ديال الاثمنه ديال الدواء داخل المستشفيات، ماشي بالثمن العمومي، وهذا الشيء هذا ما كيطبقش الان، لابد خص ان هذا الشيء هذا يطبق داخل المصحات، وكاين بعض التجاوزات هنا ما غنعموش السيده الوزيره، لابد نقولوا بان كاين بعض المصحات مواطنه، بعض المصحات اللي كتخدم بواحد الطريقه اللي هي شفافه، ولكن باش المواطن يحس بالامان، وباش المواطن يحس بانه، لان صحه المواطن وحرمته وكرامته فوق اي اعتبار، ان والمسؤول الاول والمسؤول الاخير في هذا الاطار كما جاء في تدخلكم في جوابكم السيده الوزيره هو على عاتق وزاره الصحه. مره اخرى كنشكركم على هذه الزيارات، ونتمنى انها تتكرر للحفاظ على صحه المواطن، وشكرا.